زميلك كشف محمود. خلينا دلوقتي نروح لخبر تاني كلنا سمعنا عنه، وهو اصابه مدرس. طبعا هو توفي دلوقتي الله يرحمه، مدرس مصري في السعوديه اصيب بطلق ناري في راسه بسبب ان كان في طالب عنده، طالب في المرحله الاعداديه، ده مدرس انجليزي اسمه هاني عبد التواب. استاذ هاني عبد التواب ده عنده 35 سنه، شغال في السعوديه بقاله 10 سنين، شغال في احدى المدارس الاعداديه. في طالب ما عجبتوش الدرجه بتاعه الاستاذ في ماده اللغه الانجليزيه، وطبعا كلنا عارفين ان او كلنا سمعنا ان الطالب ده بيشهد له بي او الاستاذ ده بيشهد له بالالتزام وان هو كويس جدا مع طلابه، بس الطالب ده زي ما تقول كده ما كانتش عاجباه الدرجه، فاستنى الاستاذ بره المدرسه هو واخوه وضرب عليه طلق ناري في جه في مؤخره راسه، اصيب طبعا بالنزيف حد لمده 6 ايام، وبعد كده توفي الاستاذ هاني عبد التواب. طيب المصريين مستنين ايه؟ المصريين مستنين ان الحق الراجل ده يرجع، ان حق الراجل ده، ان الشخص اللي عمل فيه حاجه زي كده يتحاسب، لان شفنا كتير جدا مصريين في دول كتير في العالم كله بيحصل لهم مصايب ومحدش بيعمل اي حاجه، ولا حد بيتحرك ولا حد بيتابع ولا حد بيعمل اي حاجه. فطلعت وزاره الخارجيه المصريه ورفضت وزاره الخارجيه المصريه والسفاره القاهره في الرياض التعقيب على وقائع مقتل المدرس المصري هاني عبد التواب في المملكه العربيه السعوديه، وقال لك ان احنا واثقين في اكتفت وزيره الهجره وشؤون المصريين في الخارج انها بس تعرب عن تعازيها لاسره المدرس المقتول، مدعي ان الوزاره هتتابع التحقيقات في الحادث بالتنسيق مع السفاره المصريه ووزاره الطيران المدني عشان يرجعوا الجثمان لارض الوطن بسرعه بناء على طلب صوته، ان هم واثقين في القضاء السعودي ان هو هيجيب حق الراجل ده، بس كده ما قلناش اي حاجه ثانيه. وشددت مكرم على ثقتها بالقضاء السعودي ونيل الجاني لجزائه وفقا للقوانين الحاكمة في المملكة، مستطردة بأن عودة الجثمان ستكون بالتوافق مع مواعيد رحلات الطيران المحددة من السعودية إلى مصر في الوقت الحالي وعقب انتهاء التحقيقات الخاصة بالقضية الجنائية. محدش أبدا بيطلب في أي حال زي ده أن احنا نتخانق بقى مع بعض أو أن احنا نقطع علاقات أو نعمل أي حاجه من الحاجات دي كلها، بالعكس احنا عارفين كويس جدا الشعب السعودي شعب شقيق جدا للشعب المصري، شعب بيحب الشعب المصري والشعب المصري كمان بيحب الشعب السعودي، عارفين كل الكلام ده وعارفين ان احنا اخوه مع بعضينا، بس احنا كل اللي بنطالبه ان احنا نحس ان حكومتنا بعت حد على الاقل يتابع التحقيقات دي، يتابع حق المصري اللي موجود هناك ده، هل فعلا القضيه ماشيه صح ولا لا، واثقين في القضاء السعودي، ما عندناش مشكله في القضاء السعودي، بس على الاقل نتابع اللي بيحصل هناك، نكون حاسين، انا كمصري حاسس ان انا لو في يوم من الايام حصل لي اي حاجه في اي دوله، مش شرط السعوديه، في الامارات، في السعوديه، في قطر، في اي دوله غير عربيه اصلا، انا بقى حاسس ان انا سفارتي هتتحرك عشاني، الدوله بتاعتي هتتحرك عشاني، هتحميني لو لقت ان في تقصير في الاجراءات بتاعتي، لو لقت ان في لعب في الادله، لو لقت ان في يعني استهانه في معاقبه الجاني او الشخص اللي عمل فيا حاجه زي كده، احس ان الدوله بتاعتي بتاخد موقف. ده اللي احنا طالبينه. هم دايما بيقول لك ايه، اصل ده مش عايزينه ياثر على العلاقات. مين اللي قال ان احنا عايزين ناثر على العلاقات؟ بالعكس، محدش فينا ابدا يتمنى ان اي شيء في العلاقات مع اي دوله عربيه او اي دوله اخرى اصلا تتاثر، بس كل اللي بنتمناه ان احنا نحس من دولتنا انها مهتمه. بس حسسونا ان انتوا شايفين الشعب ده فعلا شعب انتوا مسؤولين عنه، مش مجرد شعب يعني هيعملوا لنا مشاكل بقى وقرف وبتاع ويقعدوا يقولوا لنا دوروا على حق الراجل، ولو طلع القرار مثلا ان الطالب ده براءه ولا اي حاجه هيقعدوا يشتغلونا بقى ويقول لك لا ده ازاي حقه يضيع، لا مالناش دعوه بكل الكلام ده، انسى انسى. ليه بنعمل كده؟ انت في الاخر مسؤول عن الشعب المصري، فبالتالي لازم تقوم بمسؤوليتك دي بشكل كامل وبشكل افضل كمان من اللي كان الناس تتوقعه منك، ده اللي احنا مستنيينه من الحكومه المصريه.